خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع بعض أهم وأبرز الأحداث المقرر حدوثها النهاردة إن شاء الله في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتنطلق امتحانات الدور الثاني لطلبة الدبلومات الفنية، وهتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الدبلومات الفنية 2023 دور ثاني، ويسمح لمن رسب في مادة أو مادتين بدخول امتحان الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023. النهاردة هيقام حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح العربي بدار الأوبرا المصرية، هيبدأ في تمام الساعة 6:30 مساءً على الريد كاربت احتفالاً بانطلاق الدورة 16 من المهرجان. بيكرم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته 16 برئاسة الفنان محمد رياض خالد الصاوي عن مجمل مسيرته الفنية وإسهاماته في المسرح المصري خلال حفل الافتتاح. كمان النهاردة هيطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات ورشة عمل دمج القادة الدينيين في قضايا مناهضة العنف ضد المرأة بمشاركة عدد من الأئمة التابعين لوزارة الأوقاف والقساوسة من الكنيسة المصرية الأرثوذكسية بالتعاون مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.